بسم الله. دلوقتي لو انت جاي ترسم دكت فبتروح سيستم دكت، من الخصائص بتلاقي سيستم تايب، في سبلاي اير وفي ريتيرن وفي اكسوست، تقدر تضيف اكتر من سيستم تايب عن طريق ان انت تيجي هنا في البروجكت براوزر، تدخل في الفاميلي هتلاقي دكت سيستمز، هتلاقي اكسوست ريتيرن سبلاي، تقدر اي واحد فيهم تقول له دوبليكيت. طبعا هتعمل، لو انت مثلا بتعمل فيش اير هتختار مثلا حاجه قريبه منها زي السبلاي وتعملها دوبليكيت، لو بتعمل مثلا كيتشن هتختار مثلا الاكسوست هتقول له دوبليكيت وتسمي ده مثلا فريش اير. تمام. السبلاي اير ممكن تقول له مثلا ديليت، ده لو انت ما استخدمتوش في المشروع. طب لو قلت له ديليت وانا مستخدمه في المشروع هيجيب لي رساله يقول لي ان ده موجود في المشروع مش هينفع ان هو يتلغي. ممكن تيجي كده وتقول له سيلكت الانستنس، تحدد كل السبلاي اير اللي موجود في المشروع مره واحده. تمام. طيب ممكن تيجي هنا برضو وتقول له انا عايز تايب بروبرتيز، هتلاقي من ضمن الخصائص ان انت تختار اللون، هتلون كل الضغطات السبلاي بمثلا ينقط داتش دوت، او تختار اللون الازرق مثلا، الويتس تخلي مثلا 4 و3 وتقول له اوكي. الماتيريال تقدر تحدد ماتيريال خاصه بالسبلاي غير ماتيريال خاصه بالريتيرن، وده على اساس مثلا ممكن تكون حاجه قريبه منها او مثلا عشان العزل، فتقدر تختار لو انت عامل ده ماتيريال غير دوت تقدر تختار ماتيريال خاصه للسبلاي. وبعد كده كالكوليشن هنشوفها دلوقتي. طيب الكالكوليشن هتحسب من خلال الفلو اونلي ولا من خلال كل الفلو اونلي والبرفرنس البرفورمانس ولا نن؟ وبعد كده ممكن تقول له مثلا انا عايز احط صوره معينه، هحط يو ار ال اللي هي موقع بتاع الانترنت، رايزر اند دروب سيمبل، الرمز اللي انت تستخدمه ده لو انت شغال سنجل لاين تقدر تختار الرمز للرايزر اند دروب، تيجي هنا وتقول له مثلا انا هستخدم دوت او دوت زي ما انت عايز. تمام. وتقول له اوكي، خلينا اوكي. لاحظ ان اللون كله بقى باللون الازرق زي ما انت شايف. ولو انت جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم دكت هتلاقي ظهر لك الفريش اير بالشكل دوت. تمام. الفريش اير واخد سيستم كلاسيفيكيشن سيستم سبلاي اير اللي احنا عملنا منه الدوبليكيت. لو عجبك الفيديو لايك شير وما تنساش تشترك معنا.